خلونا نستقبل على الهاتف دكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي، عشان نعرف مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. أنا برحب بحضرتك يا فندم في البداية. يعني يمكن معالي وزير الزراعة السيد القصير اتكلم وعرض استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية، لو حضرتك تكلمنا عن أبرز النقاط الإجراءات اللي تمت في هذا الإطار. يعني الأول اسمح لي أشكر حضرتك وزنادة، والحقيقة كبيرة بتبذل من الدولة المصرية بهدف تطوير وتنمية كل قطاعات الزراعة في مصر أو كل مجالات الزراعة في مصر، سواء الإنتاج النباتي أو الإنتاج الحيواني أو الزيتوني أو السمكي. والحقيقة نتيجة الجهود اللي بذلت شهدنا كبيرة حصلت من 2014 حتى الآن، ولا زلنا مستمرين في تطوير كل هذه المجالات لتحقيق وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الحيوي الهام لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وأهمية أيضا في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري. الحقيقة عندنا قطاع تنمية الثروة الحيوانية واحد من القطاعات الحيوية والمهمة، لأنه بيمثل بروتين من أصل حيواني. طبعا اهتمام السيد الرئيس كان واضح جدا بتحديث وتطوير منظومه السلالات المملوكه لدى المواطنين او الفلاحين يعني المزارعين، خصوصا صغار المربيين الحقيقه، وطبعا ده امر في غايه الاهميه. وطبعا عندنا مشروع البتلو اللي هدفه زياده اعداد الرؤوس المملوكه، فالحقيقه احنا بنشتغل بحيث ان يتم الدمج ما بين مشروع البتلو وما بين مشروع تحديث السلالات، بحيث ان يبقى في عندنا اليه لتوفير سلالات عاليه في الانتاج لصغار المربيين من ضمن البتلو. وطبعا عندنا فكره تحسين السلالات من خلال عمليات التلقيح الاصطناعي ومن خلال برامج متخصصه في هذا القطاع، الحقيقه كل ده يكون له اثر ايجابي في زياده الانتاجيه الخاصه بالفلاحين. وما ننساش ان الدوله المصريه بدات باتخاذ خطوات سباقيه، طبعا لان احنا بنتكلم على تحديث سلالات يبقى احنا بنتكلم على زياده في الانتاج. وطبعا زياده الانتاج المربي او الفلاح اللي كان بيشتغل وحجم انتاجه قليل كان بيقدر يسوقه بسهوله، لكن لما يبقى في زياده في الانتاج ممكن يتعرض لاي مخاطر. لحد الدوله انشات اكثر من 200 مركز، 205 مركز لتجميع الالبان، كلهم ادينا لهم شهادات شهاده الحصب اللي هي شهاده متخصصه في سلامه الغذاء، وطبعا دي بتؤكد جوده المنتج سواء المقدم للمواطن المصري او حتى كمان تفتح فرص توزيعيه لو احتاجنا ان احنا نصدر ما يفيد عن احتياجات المواطنين. فكل ده كان له انعكاس ايجابي كبير في تحقيق نهضه وتنميه متكامله. وطبعا توجيهات السيد الرئيس كانت واضحه ان احنا نعظم من هذا الدور وان احنا نطور من السلالات الموجوده وان احنا نبدا نشتغل على تعظيم الانتاجيه من الانتاج الحيواني بشكل اكبر في الفتره المقبله ان شاء الله. طيب يعني يمكن حضرتك اتكلمت في جهود دكتور محمد حصلت وبدات من 2014 لحد دلوقتي، امتى نقدر نقول ان برنامج التوسع في السلالات العاليه الجوده هيتوسع اكتر وهيبدا بان هو ينتشر في اكثر من محافظه، على اكثر من مربي، على اكثر من مزارع؟ يعني الحقيقه احنا في اهتمام ومتابعه مستمره من الرئيس الحقيقه لهذا المحور، وفكره تحسين السلالات ده امر احنا بدانا فيه بالفعل واخذنا خطوات جاده ومستمرين في عمليه التطوير. طبعا احنا بنتكلم على فئه صغار المربيين، الحقيقه دي فئه بتبقى يعني اعداد الحيوانات المملوكه للفرد الواحد بتكون قليله، وده تحدي كبير بيخلينا نكثف الجهود ونعظم الجهود. لكن احنا بدانا من خلال مشروع البيتلو، والحقيقه كان في جهود مضنيه بتبذل في هذا الاطار، تقيات مع مختلف الجهات، مبادرات مع القطاع الخاص او منظمات المجتمع المدني او مع حتى شركاء التنميه الدوليين، بحيث يكون عندنا اليه لتوفير وتحسين السلالات لتنفيذ تكتيكات السيد الرئيس لهذا الاطار. وباذن الله ما يكون في اسرع وقت ممكن قدرنا نطور اكبر كم من هذه الرؤوس بحيث انها تحقق عمليه تنميه، لان الحقيقه تنميه هذه الرؤوس مش بس بتمثل زياده في تحقيق الامن الغذائي للمواطن المصري، انما كمان هي الفلاح نفسه او المربي نفسه هيبقى عنده وفره في الانتاج، بالتالي مزيد من الارباح او مزيد من العائد هيحصل عليه، وبالتالي يكون عمليه التربيه بالنسبه له اكثر جدوى واكثر في القيمه الاقتصاديه. وطبعا ده تحسين للدخول في ضمن مبادره حياه كريمه الحقيقه اللي مهتمه مش بس بتطوير الخدمات وانما توفير مصادر دخل لاخواتنا المزارعين والمربيين.